المنتخب السعودي صقورنا الخضر ممثل الوطن. كيف الهزيمة؟ صوكت ابو اثنين. لا 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 سعود كريري سجل هدف وراح يحتفل، بعد دقيقتين عدى القطريين وسعود كريري باقي يحتفل. استغفر الله توب عليك. اما بالنسبه لك انت يا سيد المولد، يقولون بعد المباراه دخل على اهله داك جريوس. وبالنسبه لفهد المولد، القزم ذا مره هجوم ومره دفاع ومره وسط، شوفه متنقل كانه جايب ربع. استغفر الله توب عليك. ولا عندك جماهير قطر جايين من قطر على طياره، الطياره فيها اكثر من 300 مقعد واللي راكبين فيها سبعه. استغفر الله واتوب اليه. جوك بيدخلون الملعب شافوهم سبعه دخلهم تذكره واحده. والقطري جايك لابس ثوب وغتره وعقال. والله حسبتكم جماهير نجران. منتخب الامارات من اول دقيقتين كسروا عموري، طلعوا ودخلوا مين؟ اسماعيل مطر. يعني اللي فهمته يعني في التبديل هذا، طلعته واحد قدش دخلته واحد اصلع. انا ما ادري يعني منتخب الامارات على اي اساس معطين عموري رقم، ليش؟ تعرفوا من شوشته. منتخب الكويت بطل كاس الخليج 10 مرات ونسكب 5. يعني على كل لقب نص هدف. استغفر الله واتوب اليه. الحارس الاول تسجل فيه 2، سوى نفسه مصاب طلعوه دخلوا حارس ثاني اكله 3 انتهت المباراه. بدل عندي ملاحظه، يعني علمكم فيه اخضر وابيض واحمر، ايش دخلكم تلبسون ازرق؟ لو في اللون الازرق خير كان فاز الهلال على سيدني. المنتخب اليمني كل ابوهم دفاع. لا هجوم لا وسط، كلهم دفاع، حتى والله ما تعرف الحارس وينه. صراحة يعني المنتخب اليمني هذا اسميه سيدني الخليج. خذ الكورة العب تفنن براحتك بس ما انت مسجل. جاء نواف العاب شق مبادف. يعني انا لقيت اليمني مع عربية سمنت حاط ستيكر ورا العربية الله معك الأحمر. استغفر الله. رحت اغير زيت يا ولد بنشر، لقيت لي يماني نتكلم عن الكوره جالس يمدح في المنتخب اليمني. منتخبنا تطور، منتخبنا ان شاء الله يحقق البطوله. كانه واحد كذا يبغى يقنعك ان ميسي بيلعب مع نادي صنع اليمني. قلت ايه صح صح غير زيت بس.